توكلنا كان ليه دور كبير جدا في احتواء الأزمة. طبعا توكلنا للي ما يعرفه برا السعودية هو التطبيق اللي استخدم لضبط حركة الناس وقت منع التجول، وتم استخدامه حتى بعد عز الأزمة صارت موجة تانية. فعلشان يتم منع الموجة التانية من الانتشار صار لازم الواحد يستخدم التطبيق علشان يدخل أي مول، يدخل أي محل لازم يوري التطبيق عشان يبين حالته. طيب حلو، فما شاء الله الفريق كله هنا هنا تقسمون إلى أكثر من إدارة، يعني شغالين 24 ساعة. شفتات؟ شفتات نعم. طبعا في من التطبيقات الجميله مو كل الناس حملوها، في تطبيق تباعد، هذا ميزته مجرد وجودي الان انا وياك قدام بعض يحسب لك المده مع الوقت اللي جلسناه وحنا في هالمده مع بعض، ولو لا سمح الله واحد مننا اصيب وراح في تباعد وبلغ انه اصيب، بناء على هالمدخلات هذه كلها بيرسل للشخص الاخر يقول لك تراك مخالط شخص خلال 14 يوم الماضيه، تبغى لازم تبدا تسوي اجراءات الخاصه بالتاكد من انك ان شاء الله غير مصاب. يعني شخص واحد قابل يمكن عشرات او مئات الاشخاص خلال الاسبوع، ما حيفتكر، ما حتقعد تستجوب وتساله انت قابلت مين. فتطبيق تباعد هذا استثمر التكنولوجيا في عمليه التتبع الالي، خلاص هيرسل لكل الناس اللي كانوا جنبك خلال 14 يوم الماضيين رساله انه في واحد كان جنبكم وأصيب. جميل. للمعلومية الحمد لله المملكة كانت ثالث دولة في مستوى العالم اللي استطاعت أنها تطلق التطبيق اللي يدمج ما بين البروتوكول اللي طلع من شركة أبل وشركة جوجل، وكانت الرقم واحد على مستوى العالم اللي دمجته أيضاً مع شركة هواوي. هنا عندنا في توكلنا خلال 24 ساعة الماضية كان عندنا 209 مليون عملية صارت على الخوادم. 209 مليون عملية. الله الله. استوعب الرقم. أدعو الله سبحانه وتعالى أنه إن شاء الله بإذن الله الحياة قريبا، إحنا دحين في رمضان ما أعرف إيش الأوضاع حاليا، ولكن بإذن الله الحياة تعود إلى مجاريها إن شاء الله للكل قريبا في كل العالم، والله يعدي الأزمة دي على خير.